سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكونوا في احسن الاحوال، ومعكم كيف العاده حبيبتكم وصاحبتكم ربيعه الحسنويه في فيديو جديد. بحال اللي تعودتوا معايا البنات، دائما تنجيب لكم المجربات ديال الوصفات، واليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جبت لكم هذه الوصفه ديال المرايه. المرايه اللي كتباع عند العشاب وصفه غزاله للمحبه وللتهيج، وباش ما يشوف حتى مراه من غيرك، عمره يشوف شي مراه من غيرك واعره وتتخليه يهيج عليك ويحمق عليك. وصفه المحبه الجنونيه فقط بالمرايه ديال درهم ولا جوج دراهم عند العشاب باش تتباع هذه المرايه. هذه غادي تاخذوا البنات المرايه ديال درهم ولا جوج دراهم. الطريقه ديالها سهله بسيطه، ما كاين حتى شي مكونات اللي صعيبه، فقط تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، وتعاونوا معنا البنات باللايكات والبارطاج والتعليق الغزاله ديالكم كيف العاده. الرقم ديال الواتساب هو اللي غيطلع قدامكم في الفيديو. وبلا ما نطول عليكم حبيباتي، شنو كتاخذوا في هذه الوصفه؟ كيف قلت لكم البنات، كتاخذوا مرايه من عند العشاب. البنات اللي ما حداهمش العشاب تقدروا تاخذوها من عند مول الماكياج. المهم ان المرايه ديال وجه واحد، يعني ما يكونوش فيها جوج ديال الوجوه، وتكون مربعه ولا دائريه ما كاينش مشكل. كتاخذوا البنات المرايه، ما كتشوفوش فيها وجهكم البنات نهائيا، كتاخذوا المرايه ما تشوفيش فيها وجهك. ثاني حاجه كديروها البنات، تدخلوا للدوش باش غادي تدوشوا، تدخلوا معاكم هاد المرايه هادي. منين تتحيدوا الحوايج ديالكم، تتزولوا حوايجكم وتدهنوا الجسم ديالكم كامل بالعسل الحر. تدهني جسمك كامل بالعسل الحر من عمقك حتى لرجليك، من عمقكم حتى لرجليكم من التحت كاملين كدهنوا بالعسل الحر. ضروري البنات عسل يكون حر ماشي العادي. البنات اللي يقولوا لي العسل العادي، لا البنات، هاد الوصفه عسل حر وراه موجود ومتوفر في اي بلاصه ولا تيتباع. غادي ندهنوا الجسم ديالكم كيف قلت لكم من العنق حتى للرجلين، وغادي تاخذوا المرايه. شنو غديروا البنات بالمرايه؟ يعني اللي غتكونوا دخلتوها حتى هي معاكم للدوش، غادي تاخذوها وتبداو دهنوها فوق هذاك العسل اللي دهنتو على الجسم ديالكم. تبداو من العنق صدركم، وانتوما هابطين وانتوما تدهنوا يديكم الجسم ديالكم كامل اي بلاصه، مفهوم البنات؟ حتى المنطقه الحساسه حتى هي الجسم ديالكم كامل، وانتوما نازلين وانتوما تدهنوا بهاد المرايه، تدوزوا المرايه على الجسم ديالكم وعلى العسل اللي دهنتو بهذه الطريقه هذه. وانتوما تتقولوا، انتوما كدهنوا انتوما كتمرروا المرايه ولا كدوزوا المرايه على العسل اللي دهنتو في جسمكم، وانتوما تتقولوا هيجت قلب فلان ولد فلانه على محبه فلانه بنت فلانه، هيجت قلب فلان ولد فلانه على محبه فلانه بنت فلانه، هيجت قلب فلان ولد فلانه على محبه فلانه بنت فلانه. بقاي تعاوديها، يعني انت كتقوليها وكتعاوديها حتى توصلي لرجليك. قد ما قدرتو دهنوا دلكو بهاد المرايه داك العسل اللي على الجسم ديالكم كله، ما تخليو حتى بلاصه كيف قلت لكم من عنقكم حتى لرجليكم، بلاصه 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 بلاصه، تتهبطوا لرجليكم من التحت. وانتوما كتقولوا من حدكم كدهنوا بالمرايه تمرروها، وانتوما كتقولوا هيجت قلب فلان ولد فلانه على محبه فلانه بنت فلانه. منين كتساليو هاد المرحله هادي، كتاخذوا مباشره المرايه وكتجيبوا الصوره ديالو، الصوره ديال الحبيب ولا الزوج ولا الخطيب ولا طليقك ولا الشخص اللي باغا تخدمي ليه، وكتلصقيها على المرايه. وكيف قلت لكم البنات، مباشره منين كتمرروا المرايه كتلصقوا عليها الصوره ديالو. منين كتلصقوا عليها الصوره ديالو، صوره البنات على الوجه
ديالها، يعني الوجه ديال الصورة كيشوف الوجه ديال المرايه اللي كنتو كدوزو للجسم ديالكم بالعسل ديالو البنات، لان المرايه غادي يكون قايسها العسل مباشره غتلصقوا عليها الصوره وغتحطوها في شي بليصه ناشفه على جناب، وغادي تشلو وتخرجوا من الدوش تشلو بالماء عادي على خاطركم وتخرجوا من الدوش. منين كتخرجوا البنات الصوره والمرايه كتلويو عليهم سكوتش، كتزيدو تلصقوهم مزيان بالسكوتش وتلويوهم في شي خريقه اللي نقيه وتديروها مع حوايجكم، تتخبيو هاد المحبه هادي مع حوايجكم. هي ماشي ثقافه البنات، ولكن واخا هكاك عمرو يشوف شي مرا من غيرك، ومحبه جنونيه وتهيج جنوني، وانتوما اللي غتجربوها وغتشوفوا بنفوسكم. كيف قلت لكم البنات المرايه غدوزوها على لحمكم كامل، الجسم ديالكم كله الا الوجه، الوجه ما غديروش ليه العسل وما غديروش ليه المرايه، من العنق حتى للرجلين غادي تلفوا عليها كيف قلت لكم البنات سكوتش. من بعد ما تساليوها غتلفوا عليها السكوتش وغتلويو عليها خريقه وتخبيوها، محبه خطيره هاد الوصفه هادي. واخا نعيه ما نشكرها ما نعطيهاش حقها، فنه فنه فنه، وما فيها لا مكونات لا حتى شي حاجه اللي غاليه لا حتى شي حاجه اللي صعيبه. البنات اللي في الخارج ولا البنات اللي بعاد على المغرب ولا ما حداهمش الاعشاب، خذوا المرايه من عند مول الماكياج، المهم انها يكون عندها غير وجه واحد، ما يكونش عندها المرايه اللي فيها جوج وجوها ولا اللي كتسد وكتحل، لا المرايه اللي فقط عندها وجه واحد هي اللي غتطبقوا بها هاد الوصفه هادي. واللي ضروري ومهم البنات هو الطهاره في هاد الوصفه، ضروري البنات تكونوا على طهاره عاد طبقوا هاد الوصفه هادي. وبالنسبه للتوقيت ديروها في النهار ولا في الليل ما كاينش مشكل، اي وقت يناسبكم ديروا فيه الوصفه، والنهار اللي ما ديروهاش فيه هو الاربعاء، الاربع ما ديروش فيه الوصفه. البنات اللي كيبقاو يسولوا على الاربع، الاربع البنات فيه ساعه واحده هي اللي ما فيهاش الخدمه، اما السوايع الاخرين يمكن لكم تخدموا فيهم، ولكن حيت الاغلبيه ما كيعرفوش هاد الساعه هذه تيحرموا الاربع كامل ما كيخدموش فيه، اما هي غير ساعه واحده هي اللي نحسه وما خصش الانسان يخدم فيها. وباش ما تصادفوهاش منعوا الاربع، يعني حيدوه في مره ما تخدموش فيه من الاحسن. كيف قلت لكم البنات التوقيت في النهار ولا في الليل ما كاينش مشكل، ديروها في الوقت اللي يناسبكم وتكونوا على طهاره. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو، شكرا لكم بزاف 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 على التفاعل ديالكم وعلى التواصل ديالكم معايا، والبنات اللي تبغيوني حتى انا تنبغيكم وتنحمق عليكم. وهذا ما كان في هذا الفيديو، السلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.